800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2024. وينضم إلينا في الاستوديو محمد زيدان كبير استراتيجي الأسواق في Think Markets للحديث أكثر عن الأسواق. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا. بداية نرى أسواق الأسهم الأمريكية تحقق قمم قياسية، نتكلم عن أهم الأسباب. هو في أسباب رئيسية بصراحة هي اللي خلت أسواق الأسهم بترتفع ومنتوقع أنها تستمر ارتفاعاتها، فشوفنا الداو جونز في 27 ألف ووصل 27500 واتوقع ان هو 28 مش بعيد عليه. الاسباب الرئيسيه، اول حاجه عندنا نتائج اعمال الشركات للربع الثالث كانت افضل مما كانت تتوقع الاسواق. الاسواق كانت متشائمه في نتائج الاعمال ولكن كانت ايجابيه، 60% من شركات اس ام بي فاقت ارباحها اللي كانت تتوقع الاسواق. عندنا رقم 2 تفاؤل طبعا الاسواق بخصوص اتفاق تجاري ما بين الولايات المتحده والصين والنغمه الايجابيه الصادره من الطرفين، هو ده برضو خلى نشوف ارتفاع الشراء. عندنا كمان خفض الفدرالي لاسعار الفائده ووعود ان هو يخش السوق ان هو يبدا يشتري سندات او يدعم السيوله، وده كان له دور رئيسي لانخفاض تكلفه التمويل بالنسبه للشركات. واخيرا وليس اخيرا، الارقام الايجابيه اللي شفناها سواء في سوق العمل او حتى معدلات النمو الامريكيه برضو كانت ايجابيه، فكل دوت وفر المناخ المناسب نشوف اسواق الاسهم الامريكيه خاصه وأسواق العالمية تحقق قمم قياسية. وزي ما قلت متوقع أن الارتفاع، ولكن إحنا إلى حد ما متحفزين بسبب هذه الارتفاعات لأننا شايفين السيولة منخفضة. إحنا لو بصينا على الأصول المختلفة هنلاقي الذهب قافل على أرباح، الأسهم في أرباح، النفط في أرباح، فالأصول تستخدم ضد المخاطر ومع ارتفاع شائط المخاطر كلهم مرتفعين، وده معناه أن الأسواق لحد ما متفائلة بحذر، يعني مش في اللي هم بيتم اختيار الأسهم الجيدة وليس الشراء عام بشكل كبير يعني. فبالتالي حتى لو احنا شايفين الارتفاعات الجاية يجب الحذر في التداول لأن قد نرى بعض التقلبات المرتفعة فترة جاية إذا ما هناك أي تطورات سلبية أو أرقام سلبية شفناها في السوق. طيب التفاؤل الذي يحيط بالملف التجاري الأمريكي الصيني هل ينذر بانفراج للأزمة في الفترة المقبلة؟ نعم ولا، هو على الأجل القصير أو المدى القصير هو كل الأطراف سواء الطرف الصيني أو الطرف الأمريكي محتاج أن يكون هناك اتفاق عشان التأثير الإيجابي على الاقتصاديات اللي بدأت مثلا في الصين بدأت تتباطأ بشكل ملحوظ، فبالتالي هو وين سيناريو، ولكن هو الحل الجذري أعتقد أن هو صعب اللي هو الاتفاق طويل الأمد، ولكن على الأجل القصير هو لغاية دلوقتي شايفين اتفاق قادم، موعد يتأخر هو ده احنا مستنيينه في شهر نوفمبر، ممكن يطول أكثر من كده، ولكن المسود ده أتوقع أن هو جميع الأطراف متفق عليها. كان في بادرة إيجابية من الجانب الأمريكي تأجيل بعض التعريفات ومراجعة أن ينخفض أو يلغي تعريفات تم فرضها سابقا، فبدأ يدي إشارة إيجابية. يعني هناك توقعات بأنه سوف يكون هناك توقيع للمرحلة الأولى من الاتفاق، هذا صحيح؟ صحيح، إذا لم يدخل موضوع الملكية الفكرية في بنود الاتفاق أتوقع أن يكون هناك اتفاق. والكمان المؤشر الرئيسي نستخدمه في الملف التجاري هو سعر اليوان. سعر اليوان النهاردة نزل تحت مستويات السبعة، وده معناه أن الأسواق كمان عندها أريحية بالموضوع أنه قد نرى اتفاق يعتبر شبه على يقين. الأسواق هيكون سيئة جدا لو مشوفناش حاجة زي كده أو تم تأجيلها، ده ممكن يخلينا نخش في موجات بيعية قوية في السوق. طيب بالحديث عن أسعار الذهب تطرق قبل قليل أنت لأسعار الذهب، الذهب نراه يتعرض لبعض الضغوطات بسبب قوة الدولار، إلى أين يتجه الآن؟ يعني الآن نراه يستقر عند 1504. هذا مستوى محوري ومستوى دعم مهم. عامة على المدى الطويل احنا شايفين الذهب قد يستهدف مستويات أعلى من كده، ولكن على المدى القصير بسبب ارتفاع شهية المخاطر أتوقع هو أن هو يخش موجة تصحيحية بعد عملية جني أرباح، ينزل 1495 1488 ويظل سيناريو الموجة التصحيحية الهابطة هو سيناريو محتمل بالنسبة لنا ما دام السوق تحت 1525. اختراق 1525 بيأكد الاتجاه الصاعد ويخلينا نستنى قمة جديدة، غير كده نفضل البيع، ولكن تاني مرة على المدى الطويل احنا نفضل شراء الذهب دائما. ايضا بالنسبة للنفط، النفط حقق مكاسب بنسبة 4.14% في الجلسات السابقة، واليوم ايضا هناك تصريحات من اوبك بانها ستورد كمية اقل من النفط في السنوات الخمس المقبلة بسبب المنافسة من النفط الصخري وغيرها. طبعا الى اي مدى ستؤثر هذه العوامل على اسعار النفط في المستقبل؟ عامة اسعار النفط احنا شايفينها دائما في حركة عرضية، وتأكدت كذا مرة اختبار مستويات 51 دولار او 50 دولار لخام تكساس وشفنا الارتداد عليه، اتوقع ان 58 دولار 59 دولار مش بعيد، ولكن حاجز النفسي عند 60 دولار. ايوه هو منتجين النفط المستقلين واوبك وعدوا ان هم يعيدوا التوازن الاسواق ويمددوا خفض الانتاج اذا ما لزم الامر، ولكن ما ننساش ان في تفاؤل في تلامي الطلب، ولكن النهارده وبكره عندنا كمان
تقرير وكالة الطاقة الأمريكية اللي تتوقع ارتفاع مخزونات النفط ب 2 مليون برميل، قد يمثل بعض الضغوطات وممكن نشوف 56 دولار برميل، ولكن أهدافنا عند 59 دولار، وبشكل عام أن الطاقة السعرية ما بين 50-60 أتوقع هو اللي هيسيطر على أسعار النفط على المدى الطويل. طيب كنا طبعا ننتظر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الغير صناعي للولايات، توقعاتك لهذه البيانات وتأثيرها أيضا على الدولار؟ اتوقع انها لحد ما هتكون متباينه شبه التوقعات عند مستويات ال 51. الفتره الاخيره شفنا ارقام دي سلبيه وشفنا تباطؤ النشاط الخدمي في الولايات المتحده، ولكن بعد قرارات الفدرال الامريكي ودعمه للاسواق وخفض الفائده قد يمثل بعض الدعم للمستثمرين او الافراد، وده يخلي نشوف استمرار ضعف الدولار، لان الدولار الامريكي غير بقيه العملات. اول السنه كنا نتوقع رفع الفائده، دلوقتي شفنا الفدرال الامريكي خفض الفائده 3 مرات. صحيح. وده اللي يخلينا نشوف ان ممكن يكون الدولار تحت ضغط ارباح اليورو، ارباح الجنيه الاسترليني. اليورو احنا بنستهدف دولار فاصلة 12 سنت امام الدولار الامريكي، الاسترليني برضو مش شايفين مستويات 1.31 سنت امام الدولار مش بعيده، يعني طيب. مزيد من البيع على الدولار. نعم، اذا محمد زيدان كبير استراتيجي الاسواق في ثينك ماركت، شكرا جزيلا لك. شكرا انت. عوده اليك محمد وما تبقى من نشره تداول.